وللحديث عن الموضوع تنضم إلينا من بغداد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات الدكتورة بشرى عبد الواحد. أهلا ومرحبا بك دكتورة بشرى. بداية، احتفل المتظاهرون اليوم باليوم العالمي للمرأة عبر يوم الثائرة العراقية. ما هي أبرز فعاليات المرأة في ثورة تشرين، وما هي أهم المحطات التي أظهرت دور المرأة؟ أهم ما قدمت، أولا شكرا للتغطية ومن خلال قناتكم قناة الرافدين المحترمة في معهودة في تغطيتها لكل فعاليات الناشطين والثوار. نقدم كل التهاني إلى النساء العالم جميعا، ونخص بالذكر وبالتهنئة نساء البلدان المنكوبة، البلدان بالأخص العربية، لأنه المرأة في البلدان العربية التي ابتلت بحروب يعني بسبب السياسيين وإرهاصات الكراسي والأطماع وأطماع السياسيين وحب الظهور وحب الوصول، حقيقة نحن نواسي النساء ونتمنى لهم ونهنئهم بأعيادهم، نرجو لهم أعياد مستمرة وأعياد رائعة. يعني في الحقيقة أنه المرأة العراقية أثبتت وجودها في هذه الساحة بالذات، لأنه يعني هي المرأة مشهود لها المرأة العراقية منذ سنين طوال، منذ يعني حقب قديمة وأزمنة قديمة، أنه هي امرأة محنكة، امرأة قائدة، امرأة مربية لأجيال، وامرأة على قدر المسؤولية. فتحملت الكثير منذ الحياة الأولى للعراقيين، الحياة البدائية اللي كانت بالبداية، ويعني شلون سلسلت بهاي الأحداث بالتوقف، تزوجها واللي فقدت ابنها واللي فقدت أخوها. يعني فالمرأة العراقية بالأخص في هذه المناسبات وهذه الثورات وهذه الإرهاصات اللي يعني تفقد المرأة بها هذا الإنسان العزيز اللي هو قوام البيت، حقيقة أثبتت وجود أنه هي أهل لكل هذه، أنه هي ممكن أن تقوم بدور الرجل بنفس الوقت، إضافة إلى هي امرأة، فوقفت بجانب أخوها وزوجها وعشيقها، وإحنا نقولها عشيقة لأنه المرأة تعشق ثم تتزوج، يعني ما لا بأس، يعني المرأة تعشق رجل وتتزوجه، فأيضا كانوا يعني حقيقة وقفت إلى جانب هؤلاء الرجال. طيب، ما هي أهم المحطات التي أبرزت دور المرأة في ثورة تشرين؟ أولا هي كانت مسعفة قبل كل شيء، يعني كانت تسعف الجرحى وتضمدهم وتطببهم، إضافة إلى يعني وجودها، هذا وجودها يكفي هي بالساحة نفسيا مع الرجل، على اعتبار هي دائما للرجل، يعني عند الرجل يشوف المرأة مضحية ومقاتلة تأتي إلى الساحة راح يكون إلى أكيد هو يعني فد، على اعتبار الرجال قوامون على النساء أو مثل ما قالوها، والرجل مميز على اعتبار من المجتمعات الذكورية مميز عن المرأة، فراح تصير عنده فد حمية مثل ما يقولوها عندنا، أنه راح يجي ويقاتل ويجي بكل شراسة وكل واهس وكل اندفاع، من يشوف يقول لك المرأة مو أحسن من عندي. فكانت هذا موقفها، أولا هي مقاتلة ثم هي مسعفة ثم هي كانت مؤازرة لهذا الرجل ودافع قوي نفسي لهذا الرجل في الساحات، في جميع الساحات وليست في بغداد. يعني طيب، إلى أي مدى ساهم حضور النساء في الثورة باستمرارها وإدامة زخمها؟ عفوا، إلى أي مدى ساهم استمرار حضور المرأة في ثورة تشرين في استمرار هذه الثورة وإدامة زخم الثورة؟ نعم، لحد اليوم المرأة واقفة، لحد اليوم وحضرتكم شفتوا التظاهرات اللي انطلقت من قرب التعليم العالي إلى ساحة التحرير، وطبعا تفرقا بسبب يعني أنت تعرف حضرتك هناك أكو ميليشيات وأكو متحزبين، فكانت هم مستولين على الإذاعة طبعا، فتفرقوا لأنه بدأوا يعلون على هتافاتهم، حاولوا أن بأي طريقة يشوشون عليهم، فقالوا إحنا ما ننزل نفسنا لهذول الأطفال اللي هم ما عندهم أي احترام، كانت توزع بالخيام، وبنفس الوقت نسوي فعالياتنا، وحقيقة يعني استمرنا أنه إحنا بهاي فعالياتنا. فهذه المرأة يعني لحد هذا اليوم هي واقفة منذ اليوم الأول، منذ 1/10 ولحد الآن 1/20 إلى حد هذا اليوم،
هي واقفه مع اخيها الرجل، ضحت كثير يعني، اللي سرقوها واللي اغتصبوها واللي قتلوها واللي عذبوها، يعني تحملت ما تحملت كثير المراه من هؤلاء الناس اللي هم لا ذمه ولا ضمير، اللي هم يعني شلون نقول مرتزقه يعني مندفعين بمبالغ من قبل اسيادهم، مؤتمرين باسيادهم وينفذون اجندات خاصه لاسيادهم. فالمراه باقيه ولا تزال هي رفد قوي ومعنوي للمراه حتى مادي، يعني احنا من الناس كنا من جيبنا نجيب يعني اشياء معنويه وماديه من بيوتنا، ايضا من مرتباتنا نجي نجيب اشياء ونساهم برفد الساحه واحتياجاتها من مواد غذائيه ومن اجهزه طبيه وعينيات، يعني كثير من ملابس ومن حتى يعني جهودهن واقفات، يعني مثلا عندك نساء عجائز كبيرات السن يعني خطيه بهذا البرد بالشتاء يغسلون خالين خسالات عرصيف يغسلون ملابس الشباب، يعني شوف ايش قد المراه عظيمه يعني والعظمه لله، يعني المراه قد تقول اني اولادي ذولا اولادي، احيانا تتناوب ابنها تقول من اتعب اني ابني يجي خطير رجليها مورمه وبهالبرد وقاعده تغسل ملابس، هذه ايش قد يعني صوره عظيمه تنطي للمراه العراقيه بالذات، يعني المراه العراقيه دائما هي مسانده للرجل، المراه العراقيه ضحت كثير كثير يعني وقفت كثير بجانب الرجل، لانه يعني احنا دائما عندنا حروب من زمن السومريين والاشوريين، احنا عندنا حروب مستمره ولحد هذا اليوم، فالمرأة ماخذة وزر على عاتقها كل هذا الألم وكل هذه المآسي على رأسها وهي مؤازرة للرجل بكل. الدكتور بشرى عبد الواحد عضو اللجنة المنظمة للتظاهرات في ثورة تشرين كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.